أعزائي طلاب الصف الثاني ثانوي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهواء، فيزياء تانية ثانوي، على قناتنا قناة مصر التعليمية. النهاردة إن شاء الله بنستكمل مع بعض تطبيقات الزاوية الحرجة والانعكاس الكلي. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على المنشور العاكس، إزاي نقدر نستخدمه ونغير مسار شعاع بزاوية 90 أو بزاوية 180، واتكلمنا كمان على الألياف الضوئية. النهاردة أنا محضر لكم مفاجأة، جايب لكم معايا المنشور العاكس والمنشور الثلاثي اللي هنستخدمهم مع بعض النهاردة إن شاء الله. يعني في الأول كده ريفيجن بسيطة جدا جدا على اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت على تطبيقاتنا على المنشور العاكس. المنشور العاكس أعزائي الطلاب زي ما أنتم شايفين أهو، عبارة عن هو أرسن ثلاثي برضك، يعني هو منشور ليه قاعدتين أهمت، كل منهم على هيئة مثلث، قاعدتين كل منهم على هيئة مثلث، أدي القاعدة الأولى وأدي القاعدة الثانية، تمام؟ يفصل بين القاعدتين ثلاث أوجه، أدي وجه، أدي اتنين، أدي تلاتة، كل منهما على شكل مستطيل. أعيد تاني. المنشور عبارة عن قاعدتان متوازيتان، كل منهما على شكل مثلث واحد اتنين، يفصل بينهما ثلاث قواعد كل منهم على هيئة مستطيل، وهو كتلة من الزجاج أو البلاستيك. طيب المنشور العاكس اتفقنا الحلقة اللي فاتت إن في زاوية قايمة، يعني لو بصينا هنا وهنا هنلاقيهم عاملين مع بعض زاوية قايمة. طيب تعالوا ما نفتكر مع بعض كده، كنا بنقول بيستخدم في إيه؟ قلنا بيستخدم في تغيير مسار الشعاع الضوئي بزاوية 90 أو بزاوية 180، وعشان كده بيستخدم في البريسكوب أو الغواصات. طيب تعالوا ما نشوف مع بعض على الداتا كده شكل المنشور العاكس وازاي هنستخدمه. ده المنشور العاكس اهوت. قبل ما نستخدمه ده، لو تخيلنا ان هو شعاع ليزر، شعاع الليزر ايديا منوره فيها اهي باينه لحضراتكم خالص، لان الضوء بيمشي او بيسير في خطوط مستقيم، تمام؟ طيب انا دلوقتي لو اعترضت شعاع الليزر ده بمنشور عاكس، بحيث ان انا اسقطت شعاع الضوء عمودي على احد ضلعي القايمه، يلا كده نفتكر مع بعض كان ايه اللي هيحصل. قلنا هيتغير مسار الشعاع الضوئي بزاويه 90، يعني بدل ما كان هيمشي طوالي على طول هينكسر بزاويه 90. طب تعالوا ما نطبق الكلام ده لما نقيد الليزر كده ونحط ايدينا هنا، شايفين الاضاءه منوره عندي ازاي؟ طيب ده شعاع الليزر اهو، وده هنا اهو، يبقى اتغير بزاويه كام؟ 90. يبقى ده اول تطبيق، تغيير مسار الشعاع الضوئي بزاويه 90 اذا سقط عموديا على احد ضلعي القايمه. طب نرجع تاني، شعاع الليزر اهوت ده الاضاءه بتاعته، لما بحط ايديا كده بتبان لكم ان هي في خط مستقيم. طب ايه التطبيق التاني؟ لو انا اسقطته عموديا على احد ضلعي الزاويه القايمه هيتغير ب90. طب على الضلع المقابل للزاويه القايمه اللي هو ده، قلنا هيتغير مساره بزاويه 80 180، يعني يتغير اليمه دي؟ لا طبعا، يرجع اليمه الثانيه دي تاني. طب تعالوا ما نجرب كده، انا اسقطت شعاع، شايفين مع بعض شعاع راجع تاني زي ما سقط اهو، شعاع زي ما سقط اهو زي ما ارتد تاني. اذا كده عملنا بتطبيق عملي اعزائي الطلاب ازاي نغير مسار الشعاع الضوئي اما بزاويه 90 او بزاويه 180 باستخدام منشور عاكس. طبعا احنا استفدنا في شرحه الحلقه اللي فاتت واتكلمنا عليه، النهارده هناخد ان شاء الله مع بعض ظاهره السراب وظاهره جديده موجوده من زمان، هنقول تفسيرها العلمي النهارده ازاي حصلت وخواصها ايه. طيب تعالوا ما نبص مع بعض كده على اللاب للحاله اللي معانا دي. دول مجموعه من الجمال اهي ماشيه في صحراء، بس انت شايف قدام عينيك دلوقتي ان صورتهم مقلوبه هنا، وانت بتتخيل ان في هنا ميه والميه ديت معكوس عليها صوره الجمال دي، لكن الحقيقه ان انت لو قربت بالقرب من الجمال دي مش هتلاقي ميه ولا حاجه، هتلاقي صحراء عادي جدا جدا. طب ايه الخداع اللي حصل لعينيك؟ طب ليه ظهرت ميه؟ طب ليه الصوره مقلوبه؟ هل ده ليه علاقه بالانعكاس الكلي والزاويه الحرجه؟ ايوه طبعا ليه علاقه بالانعكاس الكلي والزاويه الحرجه. طب تيجوا نفسره مع بعض كده، تعالوا مع بعض على الداتا نشتغل مع بعض ونتخيل كده ايه اللي حصل بالنسبه للمشهد اللي شفناه ده. لو احنا عندنا ده طريق اهوت، ودي مثلا نتخيل ان هي نخله، تمام، والنخله دي موجوده على الطريق، وهنا في سياره، السيارة دي ماشية على الطريق ده
بس بشروط محددة. ايه الشروط المحددة؟ ان اليوم ده بيكون شديد الحرارة، ركز معايا كده، الأيام شديدة الحرارة يعني الظاهرة دي مش بتحصل في الشتاء، بتحصل في الأيام شديدة الحرارة. رقم اتنين، على الطرق المرصوفة أو الطرق الرملية. طب إيه اللي بيحصل؟ طبقات الهواء اللي هي موجودة قدامكم ديت بترجع تترتب تاني، طبقات فوق طبقات فوق طبقات فوق طبقات وهكذا. طب إيه اللي رتبها؟ تغير درجة الحرارة أدى إلى إن الطبقات الملاصقة لسطح الطريق، طبعا سطح الطريق بيكون درجة حرارته شديدة جدا جدا، فالنتيجة كده إن مجموعة الهواء اللي في الجزء ده هترتفع درجة حرارتها فيزيد حجمها فتقل كثافتها، طبقا للعلاقة اللي خدناها في سنة تانية إن الرو بتساوي الام على الفي. طيب إن الكثافة بتتناسب عكسيا مع مين؟ مع الحجم، تمام. فلما درجة الحرارة ترتفع الحجم بتاع طبقة الهواء ده يزيد عن دي، طب وبالتالي تترتب طبقات الهواء تاني بحيث تكون الطبقات اللي تحت أكثر كثافة، وكلما ارتفعنا الأعلى درجات الحرارة بتقل فبتكون أقل كثافة، وتلقائيا لذلك تترتب طبقات الهواء دي بحيث تكون الطبقات اللي تحت اللي ملاصقة للطريق المعامل الانكسار بتاعها كبير جدا جدا، وكل ما بنرتفع لأعلى بيبدأ يزيد أكتر فأكتر فأكتر. يعني معنى ذلك إن احنا حققنا أول شرط من شروط الانعكاس، إن الشعاع الضوئي هيمر من وسط ده أكبر كثافة إلى وسط أقل كثافة. طيب وده هيعتبر أقل بالنسبة لده، وده هيعتبر أقل بالنسبة لده. طب الرؤية بتبان إزاي؟ طبعا احنا خدنا في الإعدادي إن لما بيسقط الضوء على سطح نخلة مثلا زي دي بينعكس، بينعكس من عليها محملا بخصائص النخلة، كان المفروض ان هو يمشي في خط مستقيم، لكن نتيجة مروره من وسط اكبر كثافة الى وسط اقل كثافة المفروض كان يمشي على استقامته، بس انت زي ما انت سامع معايا وخدت معايا الحلقة اللي فاتت بيمر من وسط اقل اكبر كثافة الى اقل كثافة هينكسر. طب مبتعدا ولا مقتربا من العمود المقاوم؟ ايوة هيبتعد عن العمود المقاوم، يبقى الشعاع ده هيبتعد شوية كده. طيب يسقط هنا يبقى زاوية السقوط دي زادت شوية، طب المفروض كان يمشي على استقامته، لكن سقط بردك من وسط أكبر كثافة لوسط أقل كثافة هينكسر مبتعدا. طب سقط هنا بردك من وسط أكبر كثافة لوسط أقل كثافة، لاحظ إن مسار الشعاع اتغير بينحني، هينعكس أو هيمر من وسط أكبر كثافة لوسط أقل كثافة ينكسر مبتعدا. كل شوية زاوية السقوط عمالة تزيد معاك، زاوية السقوط عمالة تزيد معايا، هتوصل لمرحلة إن زاوية السقوط تكون أكبر من الزاوية الحرجة. يحصل إيه؟ الانعكاس الكلي اللي خدناه قبل كده، ما الشرطين اتحققوا، الشرط الأولاني إن الضوء بيمر من وسط أكبر كثافة لوسط أقل كثافة اتحقق. مين اللي حققه؟ درجة الحرارة المرتفعة. ليه؟ لأنها إعادة ترتيب طبقات الهواء بحيث تكون طبقات الهواء الأعلى أكبر كثافة والأدنى أقل كثافة. طيب كل ما بيمر الشعاع بيمر من وسط أكبر كثافة لوسط أقل إيه كثافة؟ زاوية السقوط عمالة تزيد 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 لغاية ما توصل لمرحلة تكون أكبر من الفاي سي. طب إيه اللي هيحصل لما تكون أكبر من الفاي سي؟ طبعا هتنعكس انعكاسا كليا. طيب الشخص اللي قائد السيارة هنا هتسقط عليه كده، يبقى هيشوف ايه؟ هيشوف الصورة دي على امتدادها، هيشوفها هنا مقلوبة، ويظهر السطح اللي شاف عليه الصورة وكأنه مبلل بالماء. يبقى ده تفسير ظاهرة السراب اللي حصلت، ان الايام شديدة الحرارة أعيد ترتيب طبقات الهواء بحيث كلما اتجهنا من أعلى إلى أقل تزداد تقل الكثافة الضوئية، عفوا تقل الكثافة الضوئية، فينكسر الشعاع الضوئي مبتعدا عن العمود المقاوم إلى أن يصل عند إحدى الطبقات أن تكون قيمة زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة، فينعكس الشعاع انعكاسا إيه كليا، وحينها يرى الشخص صورة الجسم على امتداد الشعاع وتظهر كأنها مقلوبة ومبللة بالماء. ده تفسير ظاهرة السراب أعزائنا الطلاب. يبقى هنا شرط السراب أنه يتم إمتى؟ أيوة في الأيام شديدة الحرارة، ولذلك كلنا هنتخيل مع بعض المشهد ده
وقريب هنشوفه كمان في الايام شديد حراره في يونيو في يوليو في اغسطس، ممكن تكون انت على الطريق تبص قدامك على مسافه تحس ان ده الطريق مبلول، هو ايه ده، في ميه ولا ايه؟ طبعا ده خداع بصري، ده حصلت ظاهره الايه؟ السراب. طب تعالوا اما نشوف المشهد ده على اللاب معانا كده ونشوف اللي احنا عملناه ده كان ظاهر ازاي. تعالوا اما نبص مع بعض كده، ده المشهد اللي احنا رسمناه مع بعض. دي نخلة، تمام، والنخلة دي شخص ماشي، كان المفروض ان الشعاع يسقط ينعكس من عليها في خط مستقيم يظهر للشخص او يسقط على عين الشخص، لكن اللي حصل الحقيقة ان طبقات الهواء بدأت تترتب تاني، فبدأ الشعاع ينحني ويتخذ مسار منحنيا لغاية ما في طبقة من الطبقات كانت زاوية السقوط اكبر من الزاويه الحرجه، انعكس الشعاع انعكاسا كليا، وفي الحاله دي الشخص شاف الصوره على امتداد الشعاع وتظهر كانها مقلوبه ومبلله بالماء. طيب احنا كده خلصنا الثلاث ظواهر، المنشور العاكس، الالياف، السراب. تعالوا ما نتكلم مع بعض بقى النهارده على حاجه جميله جدا لها تطبيقات كتيره جدا في علم البصريات. اللي منكم هيخش كليات هندسه او كليه علوم هيدرسوا بشيء اكثر من التفصيل، اللي هو المنشور الثلاثي. طيب هو ايه يفرق عن العاكس؟ العاكس هو ثلاثي بس زاويه في جوه قائمه، اما المنشور اللي هنستخدمه دلوقتي زواياه مش قائمه. طيب تعالوا ما نبص كده لشكله، زي ما احنا قلنا اهو منشور بردك ثلاثي ليه قاعدتين اتنين، كل قاعدة على هيئة مثلث يفصل بينها ثلاث أوجه، كل وجه على هيئة مستطيل. طيب تعالوا ما نشوف كده تجربة عملية النهاردة وعايزين ندرسه بشيء من التفصيل كده، إن شاء الله نقدر ندي فيه كل جزء مهم مع بعض. لما نيجي نطبق شعاع ليزر هينزل على المنشور الثلاثي، يا ترى هيتغير ب 90 ولا ب 180 ولا الوضع عامل إزاي؟ نبص مع بعض كده. ده شعاع الليزر في الاول زي ما انتم شايفين ماشي على استقامته اهو، تمام. طيب لو حطيت انا ده المنشور واسقطته بزاويه، طبعا جزء منه هينعكس لان السطح ده فيه نسبه من الانعكاس سواء اليمادي او اليمادي، لكن ما تركزش مع اللي انعكس، ركز مع اللي نفذ. بص اللي نفذ، بص اليمادي، خليك بقى ده ثابته في الذاكره بتاعتك لان احنا هنرسمه دلوقتي. يبقى سقط الشعاع اهو، الشعاع سقط اهو، طلع كده لا بزاويه لا ب 90 ولا بزاويه 180، الشعاع سقط وانعكس وانكسر انكسار اولي جوه المنشور، ثم سقط على الوجه الثاني للمنشور، ثم انكسر مره اخرى وخرج، يبقى سقط مرتين، مره على احد وجهي المنشور ومره على الوجه الاخر، وانكسر مرتين، مره على احد اوجه المنشور ومره على الوجه مين الاخر. طب كلام جميل، ما تيجوا اما نرسم دي كده مع بعض ونشوف اللي حصل ده ونشوفه بالورقه والقلم، تتبع المسار ونبدا نشوف هندسه الشكل بتاعته ونبدا نطلع منه القوانين، نبدا نطلع منه اهم الاستنتاجات. قولوا معايا كده بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مع بعض نرسم ده المنشور اللي كنا راسمينه من شويه. كلام جميل. طيب سقط عليه شعاع ضوئي اهو وليكن بزاوية سقوط، فين زاوية السقوط؟ ايوه الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام، يبقى انا بكمل عمود مقام، يبقى الزاوية دي بنسميها فاي. بس استنى، انت قلت لي دلوقتي هيسقط مرتين وهينكسر مرتين، يبقى لازم اميز ان دي فاي واحد. طيب كمل معايا السيناريو للاخر، المفروض انه كان يمشي على استقامته كده، لكن لانه بيمر من وسط اقل كثافه اللي هو بره، يبقى ده وسط اقل كثافه. كلام جميل. الى الزجاج، الزجاج ده اكبر كثافه، يبقى من اقل كثافه لاكبر كثافه هينكسر، ايوه مقتربا من العمود المقام، ده العمود المقام يبقى نجيبه مقترب شويه كده، بس حاول ما تخلوش موازي للقاعده وهقول لك بعد فتره ليه. يبقى انكسر تاني، طب فين زاوية الانكسار؟ هل هي الزاوية دي ولا الزاوية دي؟ برافو عليك، هي الزاوية دي اللي هي دي سيتا، لأنها الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط. أرجع تاني أفكرك إن أنا قلت هيسقط مرتين وينكسر مرتين، يبقى زي ما قلت فاي واحد هقول سيتا واحد، ويبقى كده حصل نص المهمة، سقط على أحد الأوجه اللي هو الوجه الأيسر، وسقط بزاويه سقوط فاي واحد، انكسر بزاويه انكسار ثيتا واحد. طيب الشعاع مشي هنا، نقيم هنا بردك العمود المقام. كلام جميل رائع.
طب سقط هنا، يبقى دي زاوية السقوط التانية اللي هي اسمها فاي 2. كلام جميل. طيب لما يسقط بزاوية سقوط 2 او فاي 2، هو هنا هيمر عكس هنا، هيمر من وسط اكبر كثافة الى وسط اقل كثافة، لان هنا برضك الهواء. يبقى من اكبر كثافة لاقل كثافة هينكسر، بس المرة دي مبتعدا عن العمود المقاوم. يعني كان المفروض يمشي كده، يبقى هينكسر، نبعده شوية كده اهو. تمام، هو ديت الرسمه اللي كانت معانا في الليزر. لما نجرب تاني شعاع الليزر اهوت قدامك نظري وعملي اهو، الشعاع سقط، بصوا اهو. ما تركزش في الجزء اللي انعكس ده، لان ده احنا قلنا اي شعاع بيسقط على وسط جزء منه بينعكس وجزء منه بينكسر وجزء منه بيمتص. ايه الجمال ده؟ الصوره دي، ده الواقع وده الرسم بتاعنا. طيب احنا دلوقتي بقى هنشتغل على الرسم عشان نطلع الهندسه بتاعتنا في الشكل الهندسي الجميل ده. طيب انت لو مديت بقى امتداد الشعاع الساقط وامتداد الشعاع الخارج داخل المنشور، هيعملوا لك زاويتين اتنين، دي زاويه ودي زاويه. طيب انا عايز مين؟ انا عايز الزاويه الحاده دي. طب بنسميها ايه؟ بنسميها الفا. يبقى الفا دهيت اول زاويه هندرسها مع بعض، اسمها زاوية الانحراف في المنشور. طب ليه الانحراف؟ تخيل كده ان الشعاع كان ماشي في امان الله كده، الشعاع ده انقصر، انقصر بسبب تأثير المنشور، يبقى حصل له انحراف. يبقى ايه تعريف زاوية الانحراف ده؟ اول تعريف معانا ولا تاني تعريف؟ ها؟ لا طبعا تاني تعريف. اول تعريف كان المنشور الثلاثي. طب زاوية الانحراف هي الزاوية الحادة اهي المحصورة بين امتدادي الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء مين؟ الخارج. برافو عليه. طيب جميل. طيب احنا عندنا دلوقتي فاي 1 سيتا 1 فاي 2، طب دي زي سيتا 2. طيب فين زاوية رأس المنشور؟ اهي. طب هسأل سؤال دلوقتي الناس هتستغرب منه، طب ينفع دي؟ والله تنفع. طب ينفع دي؟ والله تنفع. بس استنى، زاوية رأس المنشور هي الزاوية المحصورة بين ضلعي المنشور، أحدهما يسقط عليه الشعاع الضوئي والآخر يخرج منه الشعاع الضوئي. إذن لو أنا عملت رسمة جنبها ببساطة شديدة كده أهو، وأسقطت الشعاع بس على الجانب ده وخرج من الجانب ده، إذن لا تعتبر دي زاوية رأس المنشور، وإنما دي تعتبر زاوية رأس المنشور. ارجع للتعريف، هي الزاوية المحصورة بين أحد وجهي المنشور، أحدهما يسقط عليه الشعاع الضوئي والآخر يخرج منه الشعاع الضوئي، وهكذا طبعا في اليمة التانية. طيب أنت دلوقتي طلعت لي كلام كتير قوي، قلت لي فاي 1 وسيتا 1 وفاي 2 وسيتا 2 وإيه وألفا. طيب دلوقتي ايه العلاقة بين المتغيرات دي كلها؟ طيب تعالوا ما نرجع مع بعض كده اعزائنا الطلاب ندرس الشكل ده والتعريفين اللي طلعناهم، ونبدأ بعد كده نطلع الاستنتاج. نبصوا مع بعض كده على اللاب. قلنا المنشور الثلاثي هو كتلة من الزجاج الشفاف، ده تعريف، لها قاعدتان متوازيتان كل منهما على شكل مثلث، ويصل بين القاعدتين ثلاث أوجه كل منهما على شكل مستطيل. ده الشكل الهندسي اللي احنا رسمناه مع بعض، وده الاستنتاج. زي ما قلنا سقط بزاوية فاي 1 انكسر بزاوية ثيتا 1، وبعدين سقط بزاوية فاي 2 وانكسر بزاوية أو خرج بقى بزاوية ثيتا 2، ودي زاوية الانحراف. طيب تعالوا مع بعض كده نعمل الاستنتاجات دي مع بعض، ونطلع العلاقة بين المتغيرات دي، لأن الاستنتاج ده مهم. طيب نبص مع بعض كده ونعمل الرسمة بس بشكل أكبر شوية، لأن هنحتاج التفاصيل اللي جوه مع بعض. طيب سقط الشعاع الضوئي على الوجه ده بزاوية فاي 1، كمل انت بقى، كان المفروض يمشي على استقامته، انكسر. ما تخليش دي موازية لي، وهقول لك ليه في آخر الحلقة. سيتا 1. طيب هنا سقط على ده، يبقى ده فاي 2، وخرج كده يبقى سيتا 2. كمل مسار الشعاع الضوئي الساقط والخارج، عندك زاويتين حاده ومنفرجه، انا عايز الحاجه ده اللي هي الفا، ودي زاويه راس المنشور. طيب ايه المانع لما تسمي لي الزاويه دهيت 1 وتسمي لي الزاويه دي 2 وتسمي لي الزاويه دي 3، وتقول هنا النقطه دي هنسميها ايه والنقطه دي هنسميها بي
والنقطة دي هنسميها سي ونسميها دي. ويقول لك بقى أثبت أن، أيوة بدأنا بقى في الإثباتات المهمة، أثبت أن A تساوي ثيتا واحد زائد فاي اتنين، يعني زاوية رأس المنشور تساوي مجموع الزاويتين اللي جوه. طيب وألفا تساوي الاتنين اللي بره ناقص الاتنين اللي جوه، طب الاتنين اللي بره اللي هي ايه؟ فاي واحد زائد ثيتا اتنين ناقص ايه؟ الحل. شغلنا كله دلوقتي مع بعض رياضة، مع بعض واحدة واحدة. هنقول له ايه؟ في الشكل الرباعي الدائري ده A B C D، يبقى في الشكل الرباعي الدائري اللي هو A B C D. معروف دايما في الرياضة أي زاويتين متقابلتين في شكل رباعي دائري مجموعهم يساوي 180، طب دي تقابل 3 يبقى A بما أن زائد 3 تساوي 180. ها يبقى أنا بدأت في الشكل الرباعي الدائري الأول، أثبتت إن A زائد 3 تساوي 180. أرجع للمثلث ده اللي هو A C D وأقول له في المثلث A C D معروف من ابتدائي مجموع زوايا المثلث تساوي كام؟ ايوه 180. طب زوايا المثلث اللي هي ايه؟ ثيتا 1 زائد فاي 2 زائد 3 هتساوي 180. بص للمعادلتين دول، 180 هي ال 180 وال 3 هي ال 3، يبقى استنتج من كده على طول تلقائيا ان الايه بتساوي مجموع الزاويتين دول. اهو معادلتين ناظرهم ببعض. يبقى اذا من المعادله الاولى والمعادله الثانيه ان ايه بتساوي ثيتا واحد زائد فاي اتنين. جميل، خلصنا الاستنتاج الاول، بدأناه بالشكل الرباعي الدائري وانتهينا بالمثلث اللي تحت. جميل، طب عايزين نكمل بقى ونجيب ان الفا بتساوي فاي واحد زائد ثيتا اتنين. نبص للمثلث اللي فوق ده، المثلث اشتغلنا عليه، بص للمثلث اللي فوق ده، زاوية الفا دي في علم الرياضة كده يقولوا ايه؟ يقولوا زاوية خارجة عن المثلث. طيب يبقى الزاوية الخارجة عن المثلث كانت بتساوي ايه؟ مش بنقول بتساوي مجموع زوايا المثلث عدا الزاوية المجاورة؟ طب ما هو زوايا المثلث كلهم 3، انت استبعدت دي، يبقى بتساوي 1 زائد 2. جميل، يبقى بما ان الفا بتساوي 1 زائد 2، ركز بقى معايا في اللي جاية. طيب ايه العلاقة بين 1 وثيتا 1 وفاي 1؟ ايه العلاقة بين 1 وثيتا 1 وفاي 1؟ الشعاع ده يتقابل مع الشعاع ده، يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويتين دول بالتقابل، صح؟ يبقى زاويه واحد ده هتساوي الفاي واحد ناقص الثيتا واحد. كلام جميل، زائد. طيب نفس الكلام بالمثل على الوجه الايمن، انت عندك دلوقتي الشعاع ده بيتقابل مع الشعاع ده، يبقى برضك الزاويه اللي هي ثيتا 2 بتساوي مجموع الاثنين دول بالتقابل، يبقى زاويه 2 بتساوي ثيتا 2 ناقص فاي 2. طب تعالى بقى اما نرتب الدنيا، خد الموجب مع الموجب، يبقى فاي 1 اهو خلصت منه وثيتا 2 اهو خلصت منه بالموجب، والناقص خده عامل مشترك، يتبقى ماينس ثيتا 1، انت خدت الماينس عامل مشترك يتبقى ثيتا 1، والماينس خدته بره يبقى زائد فاي 2. استنى استنى استنى، انت قلت لي دلوقتي الالفا، الالفا بتساوي فاي 1 صح زائد ثيتا 2 ناقص. طب ما احنا عندنا ان ثيتا 1 زائد فاي 2 اهي بتساوي مين؟ ايه؟ يبقى ناقص ايه؟ يبقى انا دلوقتي قدرت ان انا استنتج الاستنتاجين بتوعي، ان الايه بتساوي ثيتا 1 زائد فاي 2، وان الالفا بتساوي فاي 1 زائد ثيتا 2 ناقص ايه؟ اعذروا لو كانت الدنيا مزنوقه شويه، لكن كل استنتاجاتي على الرسمه، فبالتالي بدل ما اشتتك كل شويه ونرجع للرسمه القديمه، حاولت ان انا اعملهم لك الاثنين، وده اثبات شهير جدا، اثبت ان A تساوي ثيتا 1 زائد فاي 2، واثبت ان الفا بتساوي فاي 1 زائد ثيتا 2 ناقص A. طب ما تيجي نلخص القوانين لنبدا نشتغل عليها. عندنا 3 قوانين زائد قانون قديم، يبقوا كام قانون؟ 4. دول يحلوا لي المنشور في الوضع العادي. نعم في الوضع العادي، يعني في وضع تاني؟ ايوه هناخده بعد شويه. طيب تعالوا اما نرجع تاني لرسمتنا. يبقى لما نبص هنا هنقول ان الاي بتساوي ثيتا 1 زائد فاي 2، ادي عشان ما حدش يتلخبط معايا، اهو اهو
اهو اهو اهو. طبعا في البدايه تحس ان الامور كلها داخله في بعضها، لكن مع المذاكره هتبدا تحفظ مكان فاي 1 سيتا 1 فاي 2 سيتا 2 وهكذا. اول قانون معايا ان الاي بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2، وتاني قانون معايا ان الالفا بتساوي فاي 1 زائد ثيتا 2 ناقص اي. طب تالت قانون معانا بقى الان اللي هو معامل انكسار المنشور. طب ما انت ممكن تطبق في الجزء ده سنل ان واحد ساين فاي يساوي ان اتنين ساين سيتا. طب ما هو جاي من الهواء، يبقى ان واحد بكام؟ بواحد. يبقى الان بتساوي لساين فاي واحد على ساين ثيتا واحد، ده لما تطبق سنل في الجزء الايسر من او الوجه الايسر. طب طبقه بقى في الوجه الايمن، هنجد ان الان برضك بتساوي ان 2 او ان 1 بقى ده يعتبر 1 بالنسبه للوجه الايمن، ساين فاي 2 بتساوي ان 2 ساين ثيتا 2. طب هو طالع للهواء، يبقى ان 2 بتساوي كام؟ 1. يبقى برضك الان بتساوي ساين ثيتا 2 على ساين فاي 2. اخليك تحفظه دايما، اقسم الزاويه اللي بره على اللي جوه، فاي 1 على سيتا 1. طب رجعت هنا، يبقى سيتا 2 على فاي 2. اخر قانون بقى مش جديد علينا، احنا خدناه الحلقه اللي فاتت، قلنا ان الزاويه الحرجه اللي هي ساين فاي سي بتساوي واحد على ان. طالما المنشور الثلاثي في الوضع العادي هتحلها بالاربع قوانين دول، لازم هتتحل بالاربع قوانين دول. يبقى انا دلوقتي عندي المنشور الثلاثي وضعين، الوضع العادي اللي في الاول خالص، يبقى عندي كام قانون؟ اربعه. اول ما تجيلي مساله وما قالش ان هو وضع تاني غير الوضع العادي، على طول في الدرافت الخارجي الاخيره في ورقه الانحاء اروح حاطط الاربع قوانين، ايه؟ سيتا 1 زائد فاي 2 الفا فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص ايه؟ ان بتساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1 او ساين سيتا 2 على ساين فاي 2، وساين فاي سي بتساوي 1 على ان. طب تعالوا بقى اما نشوف المسائل ونشوف هنقدر نحلها مع بعض ازاي. تعالوا اما نبص كده في المساله الجميله دي. بيقول سقط شعاع ضوئي في الهواء على احد اوجه منشور ثلاثي زاويه راسه 72. يبقى عرفنا ان الايه بتساوي 72. طب هو سقط بزاويه سقوط كام؟ ما قاليش. فانكسر شعاع بزاويه 30، يعني جوه انكسر اول مره بزاويه 30. طيب وخرج مماسا للوجه الاخر. طيب تعالوا ما نرسم الحالة دي معانا بعض كده على الداتا ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. ادي المنشور الثلاثي، طبعا الزاوية هتبقى كبيرة شوية، يعني المفروض كانت اكبر من كده بس مفيش مشكلة. يبقى الايه معايا كمعطيات بتساوي 72 درجة. طيب سقط الشعاع الضوئي بزاوية ما انا معرفش اللي هي فاي واحد، انكسر، قال لك انكسر بزاوية كام؟ 30. يبقى انا عرفت على طول ان سيتا واحد بتساوي 30. طيب كمل، يبقى هو سقط وانكسر. طب هناك خرج ايه بقى؟ قال لك خرج مماس كده، بس استنى، خرج مماس معناه ان الفاي 2 دهيت هي نفسها الفاي سي، لانها زاويه سقوط في الوسط الاكبر كثافه تقابلها زاويه انكسار قيمتها كام؟ 90. برافو علينا، يبقى الفاي 2 بتاعتنا كمعطيات هي نفسها الفاي مين؟ سي، هي نفسها الزاويه الحرجه، دي معطيات. طيب فبيقول بقى اوجد الزاويه الحرجه بين الزجاج والهواء، يبقى انا هجيب الزاويه الحرجه بدلاله الفاي 2، هقول له الحل. بما ان الاي تساوي ثيتا 1 زائد فاي 2. طب ما انت قايل دلوقتي الفاي 2 هي السي، الفاي سي، يبقى الايه بتساوي سيتا 1 زائد فاي سي. طب الايه بكام؟ ب 72. طيب الثيتا 1 بكام؟ ب 30 زائد الفاي سي. شوف الدنيا سهله ازاي؟ يبقى الفاي سي بتساوي 72 ماينس 30 تطلع معايا 42 درجه، ده المطلوب الاولاني. طيب طلب مطلوب كمان، قال اوجد معامل انكسار مادة المنشور. نرجع لقوانيننا عشان اثبت لك، بس ما بنخرجش بره القوانين ده، استخدمت القانون ده. يبقى انا هجيب الزاوية الحرجة بدلالة ان، او اجيب ان بدلالة الزاوية الحرجة اللي هو القانون ده. يبقى هقول له بما ان، طبعا ده المطلوب الف، يبقى بما ان الان بتساوي واحد على ساين فاي سي، يبقى بتساوي واحد على ساين
42 تطلع معانا الان بالآلة الحاسبة ببساطة شديدة جدا. نعملها مع بعض، ادي 1 على ساين 42 يطلع معايا 1.49. طبعا معامل الانكسار المطلق ليس له وحدات. ايه؟ قياس. شاطر، برافو عليك. طيب المطلوب الثالث بقى، طالب ايه؟ طالب جيب زاويه السقوط. وركز، هو ما طلبش زاويه السقوط، هو طلب جيب زاويه السقوط. يبقى هتعوض على طول في القانون بتاعنا اللي هو ده، اللي هو ان بتساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. يبقى هقول له بما ان الان بتساوي ساين فاي 1 على ساين ثيتا 1، الان احنا لسه جايبينها 1.49 بتساوي الساين فاي 1 على ساين ثيتا 1 اللي هي كانت ب 30، طرفين في وسطين جبنا الساين فاي 1. تدريب مهم جدا جدا، بيثبت لنا ان احنا ممكن المسألة تيجي مش على درس فقط، يعني شغالين في المنشور الثلاثي لكن اعتمدنا اعتماد كلي وجزئي على الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة. ده كان تدريب. طب تعالى ما ناخد كمان تدريب كده على المنشور الثلاثي في الوضع العادي. نبص مع بعض كده على اللاب وناخد المسألة الجديدة. المسألة الجديدة بتاعتنا بتقول ايه؟ سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي زجاجي بزاوية 45 درجة، المرة دي ادالك زاوية السقوط بقى مش زاوية الانكسار. طيب ثم خرج، يعني ادك أول زاوية وآخر زاوية 52، فإذا علمت أن معامل انكسار مادة المنشور 1.5 فأوجد زاوية رأس المنشور. تعالوا منحل مع بعض أعزائي الطلاب التدريب ده مع بعض. هنرسم بردك الرسمة. واحد يسألني سؤال، هو أنا لازم أرسم؟ انت مش مطالب بالرسم، بس ليه ما ترسمش طالما ان الرسم بيبين لك الحل وبيخلي افقك في الحل اكبر. ادي سقط الشعاع اهوت، قال لك سقط بزاويه 45. طيب هينكسر، هيخرج من الوجه الاخر، اداك زاويه السقوط اللي هي فاي 1 لكن ما ادالكش سيتا 1 ولا ادالك فاي 2 لكن ادالك ثيتا 2، قال لك طالعه بكام؟ ب 52 درجه. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ قال لك انا عايز زاويه راس المنشور. طب ادالك ايه؟ قال لك ان الان بتاعه المنشور بتساوي 1.5. طيب اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه انا عندي قانون بيقول ان الايه بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2، بس انا اللي عندي لا سيتا 1 ولا فاي 2. ما انت ترجع للقانون الجميل ده هوت اللي كان معانا قبل كده، ان الان بتساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. عندك الان وفاي 1 تجيب سيتا 1، وعندك الان وساين فاي 2 تقدر تجيب، وساين فاي 2 عذرا تقدر تجيب سيتا 2. يبقى مره واحده كده هقول له 1.5 بيساوي ساين فاي 1 اللي هو 45 على ساين ثيتا 1 يساوي ساين 52 على ساين فاي 2. من دي اقدر اجيب سيتا 1 تساوي، واقدر اجيب فاي 2 تساوي، وعوض بين في القانون جبت زاويه راس المنشور. كلام جميل جدا بمنتهى البساطه عشان وقتنا بس ونقدر ناخد المنشور في وضع النهايه سوق الانحراف. قلت لك دلوقتي الحل سهل وبسيط خالص، عوض في القوانين تعويض مباشر بتطلع معاك المساله. طيب الحاله اللي انت عمال تكلمني عليها من الصبح ديت بتقول لي لو الوضع العادي ومش الوضع العادي، ايوه هم دلوقتي بداوا العلماء بقى يدرسوا من القانون اللي هو الفا بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص ايه، العلاقه بين زاويه السقوط وزاويه الانحراف. فاكتشفوا منحنى جميل جدا جدا، المنحنى ده جزء منه او في نص المنحنى علاقه عكسيه بين زاويه السقوط وزاويه الانحراف، يعني بزياده زاويه السقوط تقل زاويه الانحراف، وفي النص الثاني علاقه طرديه. يعني ايه الكلام ده؟ نبص مع بعض كده. لما العلماء بدأوا يدرسوا بناء على القانون ده ان الالفا بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص ايه، بس في نفس المنشور يبقى انا ثبتت زاويه راس المنشور صح، وطبعا زاويه ثيتا 2 تبع لزاويه فاي 2، يبقى انا في علاقه بس بين اثنين اهو متغيرين الفا وفاي. مين اللي بيتغير الاول؟ احطه على محور السينات، طبعا زاويه السقوط. مين اللي بيتغير بعده؟ زاويه الانحراف حته كده صغيره. طبعا لما رسموا العلاقه وجدوها مش بادئه هنا، يعني الفاي ما بتقطعش محور الصادات لكن كانت عامله كده 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 عند قيمه معينه وتبدا تتزايد تاني. السؤال الاولاني هو ليه ما قطعتش محور
او الفاي واحد مفيش زاويه تقطع الالفا، لانه ببساطه شديده جدا لو زاويه، لو مثلا ده مثلث زاويه راسه 60 وسقط الشعاع بزاويه سقوط صفر، يعني سقط عمودي هينفذ دون ان يعاني اي ايه انقصار. الاي بتساوي فاي واحد سيتا واحد زائد فاي 2، طب ما فاي 2 بصفر يبقى دي ب60، الزاويه دي مش اكبر من الزاويه الحرجه على اعتبار ان معامل انكسار المنشور 1.5، يبقى هينعكس انعكاس كلي. هو فين اصلا الشعاع اللي خرج؟ هو فين اصلا الشعاع اللي نفذ؟ شعاع لم ينفذ، شعاع انعكس انعكاسا كليا. فبالتالي انا عندي كده تعتبر زاويه الانحراف ما لا نهائيه وزاويه الخروج ما لا نهائيه. يبقى هبدا ازود زاويه السقوط شويه، فلما ازود زاويه السقوط 1 2 3 لغايه ما توصل لمرحله معايا ان زاويه السقوط تديني ان الشعاع يسقط ويخرج مماس، يبقى هي دي اول زاويه انا هشتغل عليها. تمام، عشان كده الجزء ده مفيش علاقة بينه أصلا وبين زاوية الانحراف. طب نرجع بقى نكمل رسمتنا الجميلة دي، كان يهمني جدا أوضح الحتة دي لأن كتير من الطلبة بيتساءل وحقه طبعا، هو أنت دلوقتي ليه لما رسمنا العلاقة دي ما قلناش تقطعت مع الألفا؟ ببساطة شديدة جدا لأن في أقل زاوية سقوط ها تسمح بان الشعاع ينفذ. طبعا في الاول بتبقى لما بيطلع بزاويه حرجه، فبالتالي زاويه الانحراف بتكون خارج المنشور، ثم بزياده زاويه السقوط تدريجيا زاويه الانحراف تدخل جوه الايه المنشور. طيب العلاقه بتبقى عكسيه في الجزء الاولاني ثم تتزايد، يعني انت عندك زاويه هنا اهو بتتحقق فيها ان زاويه الانحراف بتكون اقل ما يمكن. سموها العلماء الفا، سميها الفا زيرو، سميها الفا او، سميها الفا نوت، بتتدارك المسميات دي كلها، مش نقطه خلافنا خالص دلوقتي، لكن هي الفا زيرو الفا او زي ما تحب تسميها. طيب دي بقى معناها ايه بقى؟ دي زاويه انحراف المنشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف، يعني ايه اقل زاويه انحراف ممكن ان يحققها المنشور. طب دي بتقابل ايه؟ بتقابل زاويه سقوط واحده بس اللي هي اسمها فاي، برضك سموها او او زيرو. يبقى انت عندك اي زاويه تانية، يعني زاويه الانحراف ممكن تتحقق بزاويتين سقوط، دي تتحقق بزاويه سقوط دي ودي، الا الزاويه دي تتحقق بزاويه سقوط واحده، وبالتالي هي زاويه انحراف واحده. سموا المنشور في الوضع ده المنشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف. جميل، طب ما تيجوا ما نرسم المنشور في الحاله دي هيكون عامل ازاي. ركز بقى في رسمتي، هجاوبك على الحاجه اللي انا قلتها لك في الاول. في الاول الشعاع ده هيكون موازي لده، بس بشرط ان المنشور يكون متساوي الاضلاع او على الاقل متساوي الساقين. وجدوا ان العلماء ان زاويه السقوط ده هي بتساوي بالظبط زاويه الخروج، يعني فاي واحد تساوي ثيتا 2. خلاص، ووجدوا ان زاويه الانكسار الاولى اللي هي ثيتا 1 تساوي زاويه السقوط الثانيه اللي هي فاي 2. يبقى ده الاولاني وده الثاني، دول اربع قوانين ثانيين خالص غير الاولانيين. طيب يبقى ثيتا 1 بتساوي فاي 2، وعندها زاويه الانحراف دي اقل زاويه ممكنه. طيب طالما انت قلت لي في الرسمه دي ان في زاويه سقوط واحده بس، طيب ما انا خلاص اسميها وخلاص، طالما دي زاويه واحده هسميها فاي او او فاي زيرو. طب بتساوي ايه؟ قال لك هتساوي الفا او زائد ايه على 2. جت منين دي؟ هقول لك دلوقتي، بس احفظ معايا القانون بس. طيب والثيتا واحد، ما هو طالما في زاويه سقوط وحيده يبقى في زاويه انكسار وحيده، يبقى اسمها ثيتا او او ثيتا زيرو. طب بتساوي ايه؟ ايه على 2. طب دي بردك جت منين؟ هقول لك، ارجع بقى معايا، دي جبناها منين؟ مش احنا بنقول ان الالفا بتساوي فاي واحد زائد ثيتا 2 ناقص ايه؟ طب هو دلوقتي في وضع ان هي صغر الانحراف، اصبحت الفا دي اسمها الفا او او الفا زيرو. طيب بتساوي، طب ما فاي واحد هي فاي او وثيتا 2 هي فاي او، بقى عندك فاي او زائد فاي او يعني 2 فاي او ناقص ايه؟ خلي الفاي او لوحدها بقى، يبقى هتساوي الالفا او بالسالب، تروح اليمه الثانيه بالموجب على الاثنين. يبقى عرفنا دلوقتي ليه فاي واحد بتساوي ثيتا 2 بتساوي فاي او بتساوي الفا او زائد ايه على 2. رائع، ممتاز. طب تعالى للثانيه، ثيتا 1 بتساوي فاي 2 بتساوي ثيتا او بتساوي ايه على 2. جت منين دي؟ تعالى للقانون الثاني بقى، ان الايه
بتساوي ثيتا واحد زائد فاي اتنين، ادي الايه زي ما هي. طب ما ثيتا واحد هي الثيتا او وفاي اتنين هي الثيتا او، بقت اتنين ثيتا او، يبقى الثيتا او بتساوي الايه على الاتنين. اصبح القانون التالت سهل جدا، ما احنا بنقول ان الان بتساوي لا ساين فاي واحد على ساين ثيتا واحد لا ساين ثيتا اتنين على ساين فاي اتنين، يبقى ادي الساين اهي زي ما هي وادي الساين زي ما هي. فاي واحد اللي هي الفا او زائد ايه على اتنين، وثيتا وساين سيتا واحد اللي هي ايه على اتنين. يبقى احنا كده طلعنا ثلاث قوانين وفاضل العلاقة الرياضية، يبقى دولت الاربع قوانين بتوع المنشور بس في وضع النهاية الصغرى للانحراف. الخص لك القوانين بقى عشان يبقى الجزء ده مهم جدا حفظته. يبقى اول ما تجيلك مسألة منشور ثلاثي تقرأ المسألة الاول بعناية شديدة وتعرف الاول هو المنشور ثلاثي في الوضع العادي ولا ذكر ان هو في وضع النهايه الصغرى للانحراف، واقول لك دلوقتي تعرف منين ان هو في وضع النهايه الصغرى للانحراف، بناء عليه حدد قوانين. يبقى نكتب كده على الداتا بتاعتنا، لو في الوضع العادي يبقى الاي بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين، ولو في الوضع العادي الفا بتساوي فاي واحد زائد سيتا اتنين ناقص ايه. انا بكرر الكلام ده كتير ليه؟ عشان تطلع حافظ معايا القوانين دي، لانك لو انت ما قدرتش تحدد الحاله هتكون تايه معايا ثمان قوانين. فانا دلوقتي بلخص لك وبقول لك دي الحاله الاولى ودي الحاله الثانيه. طب القانون الرابع اللي هو القديم ان الساين فاي سي بتساوي واحد على ان. طب لو قال لك في وضع انها صغر انحراف ازاي اعرف؟ لو قال لك المنشور فرق الالوان او الضوء الابيض الى سبع الوان، يبقى هو هنا في وضع انها صغر انحراف. لو قال لك ان زاويه السقوط الاولى تساوي زاويه الخروج، يبقى ده كله بيساوي الفا او زائد ايه على 2، يبقى ده في وضع انها صغر انحراف. لو قال لك ان زاويه الانكسار الاولى بتساوي زاويه السقوط الثانيه، او قال لك ان زاويه راس المنشور تساوي، او قال لك مثلا زاويه الانكسار تساوي ضعف زاويه المنشور، ما احنا عارفين ان السيتا واحد بتساوي الفاي 2 بتساوي سيتا او بتساوي ايه على 2، يبقى ممكن يقول لك ان زاويه الانكسار نصف قيمه زاويه راس المنشور. كلام جميل. طب ثالث حاجه نقول ان الان بتساوي ساين الفا او زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2. طب القانون الرابع انا بعتبر العلاقه الرياضيه دي قانون. ليه؟ لان هوريك في مسائل سواء النهارده وقتنا اسعفنا لكده او الحلقه القادمه ان عباره عن قانون. ما انا لو عرفت دي وجاب لك هنا قيمه مثلا وليكن 37 درجه، عرفت ان هي الفا او، ولو هنا عرفت ان هي الفاي او. طب انت قلت لي دلوقتي بقى ارجع لي، قلت لي المنشور في وضع ان هي الصغرى للانحراف قادر على تحليل الضوء الى سبع الوان، ايوه. ما احنا عارفين ان الضوء الابيض عباره عن كام لون؟ سبع الوان مع بعض. طب هم داخلين للمنشور مستخبيين ورا بعض مش باينين لينا الا هم ضوء واحد. دخلوا للمنشور كل لون ليه طول موجي، يبقى كل لون ليه معامل انكسار، يبقى كل لون ليه زاوية انحراف، يبقى كل لون هينحرف بزاوية مختلفة عن التاني، يبقى يدخل اللون أبيض يطلع معايا سبع ألوان. تعالوا ما نشوف الكلام ده كده مع بعض. لو ده معايا المنشور وفي وضع إن هي الصغرى للانحراف وسقط الشعاع الضوئي عليه، قال لك هيتحلل ويطلع لك سبع ألوان بالترتيب كده 1 2 3 4 5 6 7. هنجد إن أول لون أحمر ثم برتقالي ثم اصفر ثم اخضر ثم ازرق ثم نيلي ثم بنفسجي. خلينا بس في اول لون واخر لون، مش عايزين نتعبك، ده اللي عندك في المنهج. السؤال بقى هو ليه اولا حرف اللون او حلل الضوء او الضوء طلع سبع الوان؟ ده سؤال شهير جدا عند سقوط شعاع ضوئي ابيض على منشور ثلاثي في وضع النهايه الصغرى يتحلل الى الوانه الرئيسيه او يتحلل الى سبع الوان او يتحلل الوان الطيف. السؤال لازم نحلله ونقول الحدوته حصلت ازاي. وسؤال تاني يقول لك طب هو لما انحرف ليه الاحمر كان فوق يعني اقل الالوان انحرافا، وليه البنفسجي كان تحت يعني اكثر الالوان انحرافا؟ تعال بقى مفسر لك بالقانون اللي احنا طلعناه مع بعض. لو رجعنا للقانون ده هوت اللي الان بتساوي ساين الفا او زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2، تعال ما نكتبه كده. الان تساوي ساين الفا او زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2. طب ما احنا عارفين ان الان دي كانت بتتناسب طرديا مع واحد على لامدا، يعني عكسيا مع لامدا، فبالتالي انت داخل لك لون ابيض. ركز بقى في اللي جايه دي، سبع الوان، ايه اللي هيحصل؟ كل لون ليه طول موجي. تعالى ما نبدا بالاحمر، معروف ان الطول الموجي للون الاحمر كبير، يبقى طول الموجي للون الاحمر كبير،
يبقى معامل انكساره ماله؟ ايوه علاقه عكسيه، يبقى صغير. طيب يبقى زاويه انحرافه مالها؟ صغيره، يبقى اقل الالوان انحرافا. تاني يبقى هقول له التفسير بتاع السؤال التاني، علل ليه اللون الاحمر اقل الالوان انحرافا؟ لان طوله الموجي كبير فيكون معامل انكساره صغير، فتكون زاويه انحرافه صغير فيكون اقل الالوان انحرافا، وليكن مثلا زاويه 20. لكن الزاويه بتاعت البنفسجي كبيره وليكن 60 مثلا، بينما اللون البنفسجي طوله الموجي صغير. يبقى اذا معامل انكساره كبير فتكون زاويه انحرافه كبير فيكون اقصر الالوان ايه؟ انحرافا. وده سؤال شهير جدا، انا فسرت لك السؤال الثاني. طب لو جينا بقى نتكلم على السؤال الاولاني اللي هو بيتكلم على ايه؟ السؤال الاولاني علل عند سقوط ضوء ابيض على منشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف فانه يتحلل الى الوانه السبعه. هقول لان لكل لون، او لان اللون الابيض، احكي الحدوته من الاول بقى. ازاي احكي الحدوته من الاول؟ لان لكل لون، او لان اللون الابيض او الضوء الابيض يتكون من سبع الوان، لكل لون طول موجي، فمن ثم يكون لكل لون معامل انكسار، واذا يكون لكل لون زاويه انحراف، فيخرج الاشعه متفرقه حسبما او حسب زاويه الانحراف الخاصه بكل منشور. ايه الكلام الجميل ده؟ اذا دلوقتي عرفت ان انت تقدر تحدد المنشور امتى استخدم الوضع العادي لو ما ذكرش اي حاجه من اللي انا قلتها، زاويه سقوط تساوي الخروج، الانكسار الاولى تساوي السقوط الثانيه، في وضع ممكن يقول لك في وضع التماثل، لان الزاويه اللي بره بتساوي اللي بره واللي جوه بتساوي اللي جوه، وايه مقسومه نصين او بيحرف اللون. لو قال لك حاجه من دول تستخدم الاربع قوانين اللي قلناهم، لو ما قالش كده تستخدم القوانين التانيه. طيب اخر حته معانا نقولها مع بعض كرسمه بيانيه، او نقول افضل نحل مساله وممكن نكمل الرسمه البيانيه دي، لان انا مهتم جدا بموضوع الرسم البياني مع حضراتكم. نبص مع بعض كده على المساله الجميله دي، نحاول نحلها كده في نهايه حلقتنا. بيقول منشور ثلاثي متساوي الاضلاع، استنى، متساوي الاضلاع ما تفوتش كلمه، يعني الايه بتساوي 60 درجه على طول. طيب اذا كانت النهايه الصغرى للانحراف، ذكر كلمه النهايه الصغرى يا شباب للايه؟ للانحراف. يبقى الالفا زيرو بتاعتك او الالفا او بتساوي 30 درجه، كلام جميل. فاوجد معامل الانكسار مادته وزاويه السقوط وزاويه الخروج. بص معايا كده على الورقه بتاعتنا، احنا طلعنا المعطيين دول، طب استخدم انهي قوانين؟ استخدم القوانين دي ولا دي؟ لا، انا ما انا بعلمك دي بقى. انت دلوقتي عرفت ان في وضع النهايه الصغرى للانحراف انا مش محتاج القوانين دي خالص دلوقتي، انا اتعامل مع الاربع قوانين دول، وبالتالي اول قانون معايا معامل الانكسار اهو. يبقى اقول له بما ان ال ان بتساوي ساين الفا او زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2، عوض. طيب ساين اهي الالفا او بكام؟ ب 30 زائد 60 على 2 على ساين 60 على 2. طبعا ساين 45، لان دي 45 تبقى جذر 2، وساين 60 على 2 2 نص، يبقى جذر 2 على 2، يبقى على طول الان بتاعك بيطلع بالرقم ده، او على طول انت بتحلها بالمساله، مفيش مشكله بقى بالاله الحاسبه. ساين 45 على ساين 60 طلع معاك معامل الانكسار. طيب عايز بعد كده زاويه السقوط بتاعت الشعاع، زاوية السقوط اللي هي فاي واحد بتساوي الفا او زائد ايه على 2، عندك الالفا او والاي فجبتها. طب وزاوية الخروج؟ ما هي فاي واحد هي سيتا 2. اعزائي طلابنا، طلاب الصف الثاني الثانوي، في نهاية حلقتنا النهاردة نتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل لكم المنشور الثلاثي وقدرنا نميز بين حالاته. طبعا في جزء مهم فيه هنكمله مع بعض الحلقة الجاية مع الجزء الجديد اللي هو المنشور الرقيق، وهنعمل مع بعض رسمة بيانية الحلقة الجاية. الى ان نلتقي الحلقة القادمة، لكم مني ارق التمنيات بالتوفيق، والى اللقاء في الحلقة القادمة. شكرا.